استضاف المجلس القومي للمرأة فعاليات احتفالية إطلاق نتائج بحث حول العنف ضد المرأة من ذوي الهمم. وتعرض هذا الفعالية للمرة الأولى نتائج بحث تمس حياة كل المصريين من ذوي الهمم وتمثل أهمية قصوى لهن، كما تسلط الضوء على أسباب المشكلات محل الدراسة وطرق وضع الحلول لها. الاهتمام بهذه القضية في أي دولة له أثر إيجابي واجتماعي كبير، حيث يكون رفعة لعوائق كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان. وبالتالي فإن مصر تعد الدولة الأولى، أعتقد ويؤكد لي زمايلنا وأصدقائنا من الأمم المتحدة أن دي أول دراسة خرجت في هذا الإطار على مستوى العالم. الحقيقة هذا المسح يمكن أو الدراسة دي يمكن التوقيت إعلان نتائج توقيت مناسب جدا، أن هو الحقيقة متمشي مع جهود الدولة المصرية للحقيقة للعمل على إتاحة حقوق للأفراد ذوي الإعاقة، أيضا حماية حقوق هؤلاء الأشخاص، والعمل على تفعيل مواد الدستور المصري في 2014. الحقيقة اللي أفرد حزمة كبيرة جدا من الإجراءات اللي بتحمي حقوق هذه الفئة، وهي حقوق الحقيقة متعددة طبعا في مقدمتها المساهمة في الحياة النيابية. الحقيقة في أعداد دلوقتي بتمثل ذوي الإعاقة في مجلس النواب، الحقيقة تاحت العديد من فرص العمل في كافة مؤسسات الدولة، أيضا العمل على تهيئة كافة المرافق العامة لهؤلاء الأشخاص. الحقيقة أقول لك إن ده يوم تاريخي مش بس للمرأة ذات الإعاقة، لا للنساء عامة، لأن إن احنا نبحث عن أكثر النساء تهميشا وأكثرهم عرضة للخطر، ده نقطة مهمة جدا، ومعناها إن احنا فعلا في التنمية المستدامة اللي بنقوم فيها بمصر ما احناش مستعدين إن احنا نسيب حد يتخلف عن الرقب زي شعار التنمية المستدامة. النساء ذوات الإعاقة في هذا المسح فتحوا قلبهم وقالوا كل اللي عندهم، إذ ربما تكون ما قالوه ألمهم، ولكن في الحقيقة هو هيفيد الكثير منهم، وأيضا هيحسن أداء الخدمات ليهم وكيفية حمايتهم.